293 هو عدد الفيديوهات اللي وصلتنا على مدة 4 أسابيع من عند شباب أعمارهم ما بين 16 و 35 عام من مختلف مناطق الجمهورية التونسية للمشاركة في مسابقة مناظرة، عبروا فيها على آرائهم المختلفة وقدموا حججهم في أطروحة حلقتنا اليوم. زعما يلزم نبدلوا نظامنا السياسي؟ المشاركات في المسابقة فيهم اللي جاب صفة عفوية وفيهم اللي جاء من عند عدد من مجموعة من الشباب شاركوا في الورشات التدريبية. 15 يوم، 13 مدرب، 33 دورة تدريبية، 24 ولاية وما يقارب 300 مشارك. المرور للمرحلة تاع التصفيات اعتمد بنسبة 50% على تصويت الجمهور و 50% على تصويت لجنة التحكيم، والمتكونة من أمل الجربي، خلود مبروك وهيثم المكي. اختيار ما كانش سهل لتقارب المستوى بين جميع المتسابقين. المتشاركين الحاجة اللي تعجب وتفرهد اللي فيهم برشا موتيفاسيون، ساعة قبل الموتيفاسيون، ساعة أولا مهتمين بالشأن السياسي، وهذا ما عادش سهل باش تلقاه في الشعب التونسي بصفة عامة، خلي الشباب. ثانيا موتيفي ومتحمسين وتحس اللي بالحق يخموا على البلاد. في النهاية 6 مترشحين، 3 مع تغيير النظام السياسي و3 ضد تغييره، تعداوا للمرحلة الأخيرة. خلال المرحلة هذه خضعوا المترشحين لسلسلة من التدريبات المكثفة. من أكثر حاجة استفدت بهم أني جيت عندي برشا أفكار ضبابية كونسرنو النظام السياسي أوضحت أكثر في الورشات، وفما برشا حاجات ناقصيني في طريقة بناء الحجة وطريقة الكلام اون بيبليك، حسنت فيهم وطورت من روحي. برشا من الشباب اليوم قاعدين يدخلوا في مغالطات كبيره برشا، بحكم اللي هي ضيعنا على السياق العادي نتاعنا وسياق المنطق واللوجيك اللي نحكيو به. نهار الجمعه 25 سبتمبر وقفوا المشاركين قدام لجنه التحكيم وقدموا موقفهم من الاطروحه وحججهم، وتعدات العمليه في المباشر على قناه اليوتيوب وصفحه الفيسبوك نتاع مبادره مناظره لتختار لجنه التحكيم الفائزين الحاضرين معنا في حلقه اليوم.